إلغاء تام للضرائب والرسوم على المدخلات الفلاحية وإجبار المطاحن على توجيه كل مادة النخالة إلى المربين والموالين بنسبة 100%، مع إعطاء الأولوية للمربين والموالين والتعاونية المتخصصة في تربية الحيوانية في التزود من مسحوق السوجة. من بين المطالب التي خلص إليها الاجتماع الاستثنائي للأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة الغرفة الفلاحية وفقاً للتقارير الواردة من عدة غرف ولائية تخص وضعية الزراعية الناتجة عن الجفاف. لازم تكون هناك تجميد الضرائب أو إلغاء الضرائب والرسوم في هذا الظرف الصعب حتى نمكنوا الفلاحين تاعنا باش يعاودوا الإنتاج تاعهم، لأنه الجفاف هذا دام سنوات طويلة، يعني ماهوش من السنة هذه فقط. هذا وشدد المهنيون على ضرورة إطلاق برنامج وطني لرصد تداعيات التغيرات المناخية، مع ضرورة حشد الإمكانات لرفع طاقة تخزين المياه عبر السدود والحواجز لما لها انعكاسات إيجابية على الممارسات الزراعية المستقبلية. رفعنا قلنا كذلك بالنسبة للقطاع الفلاحي، وان تكون هناك إجراءات باش نعاون الفلاحين على الأقل باش نحضروا للمواسم القادمة. لذلك يجب تكون هناك دراسات في هذا المجال حتى واستشراف باش ما نتفاجئوش السنوات القادمة، وتكون عندنا إجراءات استثنائية باش نواجهوا معضلة لما قصناش وحدنا، يعني قصد عدة دول الأخرى. إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للزراعة العلفية وزراعة البطاطا والبصل والثوم كزراعة ثانية بعد موسم الحبوب لتعزيز القدرات الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية تحسباً للخريف والشتاء القادم، إجراء لابد منها لتحقيق الأمن الغذائي.